نحن الان في مدينة البصرة، العارف بالله ابو اليزيد البسطامي نائم ذات ليلة فسمع في المنام بعد صلاة الفجر هاتفا ينادي عليه ويقول له: يا ابا اليزيد، ان الليلة هي عيد النصارى، فتوضأ واذهب اليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضأ ابو اليزيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة، ولما قام ابوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم: انا لا استطيع ان اتحدث، وبينما رجل محمدي دخل الدير علينا. فقالوا له: يا ابانا، وما ادراك انه محمدي؟ فقال لهم: ان اصحاب محمد سيماهم في وجوههم من اثر السجود. فلما اشار الى ابي اليزيد وقال له اخرج، قال ابو اليزيد: والله لا اخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم، وهو خير الحاكمين. فقال ابوهم: سنوجه اليك اسئلة، ان اجبتنا عنها امنا بنبيك، وان عجزت عن سؤال واحد لن تخرج الا محمولا على اكتافنا قتيلا. فقال ابو اليزيد: سل ما شئت. فقال البابا: ما هو الواحد الذي لا ثاني له، وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما، وما هي الثلاثة التي لا رابعة لها، وما الأربعة التي لا خامسة لها، وما الخمسة التي لا سادسة لها، وما الستة التي لا سابعة لها، وما السبعة التي لا ثامنة لها، وما الثمانية التي لا تاسعة لها، وما التسعة التي لا عاشرة لها، وما هي العشرة التي تقبل الزيادة، ومن هم الأحد عشر أخا، وما هي المعجزة المكونة من اثنتين التي اخبر احد افرادها بانهم ثلاثة عشر، وما هي الاربعة عشر شيئا التي كلمت الله، وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه، وما هو القبر الذي مشى بصاحبه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره، وما هي الاشياء التي خلقت من غير اب ولا ام، ثم ما هي الذاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات امرا، وما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا، في كل غصن 30 ورقة، في كل ورقة 5 ثمرات، 3 في الظل و2 في الشمس. اجب يا ابا اليزيد. وقام ابو اليزيد وقد القى الله برد السكينة في قلبه، فقال له: اما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله احد، واما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار ايتين. واما الثلاثة التي لا رابع لها فاعذار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه: اذا ركب في السفينة غرقها، اذا لقي غلاما فقتله، اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها. قال: هذا فراق بيني وبين. الاربعة التي لا خامس لها هي التوراة والزبور والانجيل والقرآن. الخمسة التي لا سادس لها 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الستة التي لا سابع لها
ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام. قال له القسيس: فلماذا؟ قال في اخر الاية: وما مسنا من لغوب. فقال ابو اليزيد: لان اليهود قالوا ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم اصابه التعب فاستراح يوم السبت. فقال لهم الله: وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا حتى نستريح. اما السبعة التي لا ثامن لها، الذي خلق سبع سماوات طباقا، الثمانية التي لا تاسع لها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، التسعة التي لا عاشر لها، هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال له البابا: اذكرها. قال له: اليد والعصا والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ما العشرة التي تقبل الزيادة؟ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، والله يضاعف لمن يشاء. من هم الاحد عشر اخا؟ اني رأيت احد عشر كوكبا، اخوة يوسف. ما المعجزة المكونة من اثنى عشر شيئا؟ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ما هي الاسرة الثلاثة عشر؟ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فاحد عشر اخا وشمسا وقمرا، اي ابا واما، هؤلاء ثلاثة عشر. ما الاربعة عشر شيئا التي كلمت الله؟ قال له: السماوات السبع والارضون السبع فقضاهن سبع سماوات في يومين. ثم قال الله للسماوات السبع والارضين السبع: ائتيا طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين. ما هو القبر الذي سار بصاحبه؟ حوت يونس، فالتقمه الحوت وهو مليم. ما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ والصبح اذا تنفس. ما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ كيد النساء، ان كيدكن عظيم. ما الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ صوت الحمار، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ما الاشياء الذين خلقها الله من غير اب ولا ام؟ ادم عليه السلام والملائكة الكرام وكبش اسماعيل وناقة صالح. من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ اخوة يوسف. جاءوا اباهم عشاء يبكون وقالوا لابيهم: اكله الذئب. ومع ذلك قال لهم يوسف: يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. من الذين سبقوا ودخلوا النار؟ قال له اقرأ قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال له: ما هي الشجرة المكونة من اثني عشر غصنا، في كل غصن ثلاثون ورقة، في كل ورقة خمس ثمرات؟ وقبل ان يجيب على هذا السؤال قال له: اجيبك على الذاريات ذروا وهي الرياح، والحاملات وقرا وهي السحب التي تحمل الامطار، والجاريات يسرا وهي السفن التي تجري على سطح البحر، المقسمات امرا وهم الملائكة الذين امرهم الله بتقسيم الارزاق والحسنات والسيئات وكتابتها. اما هذه الشجرة فهي السنة، فيها 12 غصنا، اي 12 شهرا، في كل غصن 30 ورقة، اي 30 يوما، في كل ورقة خمس ثمرات، اي خمس صلوات، ثلاثة في الظل
المغرب والعشاء والفجر، واثنان في الشمس الظهر والعصر. ثم قال ابو اليزيد للبابا: اني سائلك سؤالا واحدا فاجبني عليه. قال له: سل يا ابا اليزيد. قال له: ما هو مفتاح الجنة؟ فوقف البابا صامتا فقال الجالسون: تسأله كل هذه الاسئلة فيجيبك، ويسألك سؤالا واحدا فتعجز عن الإجابة. فقال لهم: والله إني أعلم الإجابة تمام العلم، ولكني أخاف منكم. قالوا له: قل ولا تخف ونحن وراك. فوقف البابا وقال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. محمد رسول الله. فقال الجميع وراه: لا اله الا الله محمد رسول الله. فقاموا على الدير فحولوه الى مسجد يعبد فيه الواحد الديان. ايها الاخوة الاعزاء، اعود من مدينة البصرة الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. اصطلحوا مع الله وارجعوا الى الله وتوبوا الى الله واستغفروا الله. والله الذي لا اله غيره، لقد عجبت لمؤتمر عقد في جامعة اسيوط برئاسة الاساتذة المتخصصين في العلوم الكونية، في الكيمياء والطبيعة والاحياء. اتدرون لماذا عقد هذا المؤتمر الذي نشرته الصحف بتاريخ 17 نوفمبر؟ اجتمعوا ليضعوا الخطة اللازمة التي يستقبلون بها الخطر الداهم. قلت: سبحان الله، اي خطر؟ هل الاسطول السابع سيتحرك؟ هل روسيا ستحرك قواتها الى مصر؟ اذا فما هو الخطر الدائم؟ اتدرون ما الخطر الدائم؟ خطر يسمى النمل الابيض. قال المؤتمرون: ان بلاد الصعيد مهددة بزحف خطير من النمل الابيض الذي اتخذ قواعده في اعماق الارض بخمسة امتار، يستعد للهجوم على قرى الصعيد، وقد سبق ان هدم مئات البيوت قبل ذلك، ولكنه سيجد المرتع خصيبا بعد السيول التي اجتاحت مدن اسوان وقنا وسوهاج والبحر الاحمر. استعداد للنمل. النمل يهدد. النمل يهدد 40 مليونا. النمل ان لم نتب الى الله يحاربنا الله بالنمل. بعد ان حاربتنا السيول لا ملجأ من الله الا اليه. ليس لها من دون الله كاشفة. ازفت الازفة. ليس لها من دون الله كاشفة. النمل. وكيف نحارب النمل؟ انحاربه بالدبابات؟ انرسل اليه القوات الخاصة؟ نرسل اليه رجال الصاعقة لينزلوا معه في صراح؟ انحاربه بالمدافع؟ كيف نحارب النمل يا عباد الله؟ نحاربه بشيء واحد، هو الصلح مع خالق النمل. اصطلحوا مع خالق النمل، سيصدر الله امره الى النمل قائلا: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. اصطلحوا مع الله وعودوا الى الله واستغفروا الله. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين.
اللهم احل بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا واهلك اعداءنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعها.